صباح الخير. بصوا، النهاردة فرحانة جدا جدا وشايفة الدنيا بشكل جديد حرفيا. بصوا، أنا حد ما بيصليش، الصلاة تقيلة قوي عليا، معرفش ليه. لما باجي أصلي بجاهد نفسي كده علشان أصلي، بحس إن في حد بيزقني، والله بحس إن في حد بيزقني، اللي هو كأن حد كده بيشدني عشان ما أصليش. كنت من كام يوم كده كان في موضوع كده معين عايزه اتكلم فيه، حابه اتناقش فيه، حابه اعرف سببه. الموضوع هو حرمانيه البرفيوم، يعني ان الست تحط برفيوم وكده حرام. انا عارفه ان هو مربوط بالزنا، ان المراه لو حطت برفيوم وحد شمها كده هي زانيه. كنت عايزه اعرف تفسير، مش عشان انا مش مقتنعه، ولا عشان انا مثلا بحط برفيوم ومش مقتنعه فبحطه، علشان انا بحاول اعلم بنتي ان ده حرام. انا بحاول اعلمها من صغرها ان لا، احنا حرام نحط برفيوم، بصرف النظر عن حرام ليه، لان انا اكيد مش هعرف اقول لها هو حرام ليه. ولكن كل لما اولادنا بيكبروا، كل لما بيفضلوا يسالونا اسئله احنا مش بنعرف نجاوب عليها، عايزه اكون مؤهله ان هي لما تسالني اعرف اجاوب. طب انا هقنعها ازاي؟ طب هي لما اقول لها كذا، ما هي ممكن ما تقتنعش. طب انا حابه انا اسال حد فاهم في الدين علشان يرد عليا. فانا دخلت سالت بنت خالي، قلت لها ليه كذا كذا، وتقول لي كذا، اسالها تاني تقول لي كذا، يعني كانت بتجاوبني. انا بسالها اسئله اللي انا مخمنه ان بنتي ممكن تسالها لي، وبعتت لي بقى فيديوهات عن الموضوع ده. انا كنت حد، يعني لحد بعد ما اتجوزت بحط برفيوم عادي، يعني بحب احط برفيوم جدا، ما ينفعش انزل من غير برفيوم، ولا يعني جزء اساسي. لما بنتي كان عندها سنتين، انا حبيت ان انا اغرس فيها ان لا حرام. لكن انا بحطه كده، يعني في اوقات ما بنبقاش عارفين نبطل حاجه احنا بنعملها وعارفين ان هي حرام، ولكن انا كنت عايزه اغرس جواها من وهي صغيره ان لا حرام. فكان لازم ابدا بنفسي، ما كانش ينفع اقول لها حرام وهي شايفاني رايحه جايه بحط برفيوم وانا نازله وانا طالعه. هما بيشوفونا احنا بنعمل ايه فبيعملوا زينا. بدات بنفسي فعلا، مبقتش احط برفيوم خالص من وبنتي عندها سنتين، فطلعت شايفاني ما بحطش برفيوم. فلما بدات تفهم شويه وبقيت اقول لها ان ده حرام، انت بتشوفي ماما بتحط، لا، فكده خلاص، فتغرز جواها ان هي مش هتحط برفيوم. ولكن انا عايزه اتاهل ان انا لما تيجي تسالني على اي حاجه اجاوبها، يعني الاجابه ما تبقاش مش مقنعه بالنسبه لها وتفكر في الموضوع او تسمع الموضوع من حد تاني. ان هي لو مش مقتنعه وسمعت الموضوع من حد تاني واقنعها هتقتنع طبعا. ايه الرغي ده كله؟ انا فرحانه ليه؟ تاني يوم او تالت يوم بنت خالي ربنا يجازيها خير يا رب، بعتت لي دوره وبعتت لي مبادره للصلاه اللي بنصلي، قالت لي اشتركي فيهم. وبالفعل اشتركت فيهم. كانت اللايف امبارح بالليل ميعاده، بس انا ما كنتش حضرته اللايف امبارح بالليل، فشوفت التسجيل النهارده بتاعه وانا شيرته على الستوري بتاعتي، وهشيره على الصفحه برضه، او ممكن احطه هنا في الكومنتات. ليه لازم نصلي؟ انا كنت بسمع كلام كتير عن الصلاه، كل الناس اللي بتحبني دايما كانت بتنصحني ان لازم تصلي، بس انا مش بصلي. ولكن الحلقه بتاعت النهارده مش عارفه اوصف لكم احساسي، بس فضت تقل كبير قوي جوايا. انا حاسه ان انا عايزه اصلي، انا حاسه اني حرفيا شميت نفس، يعني كنت مكتومه قوي وشميت نفس كده وحابه اصلي. انا عايزه اصلي. وانا بتفرج على الحلقه دي انا كنت زعلانه قوي من نفسي، هو انا ازاي ما بصليش؟ اتكلم في 15 نقطه، كل نقطه فيهم كانت لا تقل اهميه على النقطه اللي قبلها. انا ليه بعمل الفيديو ده؟ بعمل الفيديو ده عشان اي حد مش بيصلي، تعالوا نبدأ المبادرة دي مع بعض، يلا نشجع بعض. وانا كل لما اتفرج على حلقة هنزلها، ولو في نقاش هطلع واتناقش، ويلا يلا بينا نشجع بعض. تابعوا معايا المبادرة، بجد كلامه بيدخل القلب، كلامه بيفرق. انا هقول لكم اختصار للحلقة وياريت تدخلوا وتشوفوها. اول حاجة قالها الصلاة اذا صلحت صلح كل شيء. كتير جدا في حاجة كتير بتبقى بايظة في حياتنا، دنيتنا بتبقى بايظة وحياتنا بتبقى بايظة. قال الحسن البصري إن هانت عليك صلاتك فما يعز عليك. الصلاة إذا ضاعت ضاع كل شيء، وإذا حفظت حفظ كل شيء، حفظ كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلموا إن خير أعمالكم الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. كتير قوي بنقعد نطلب من ربنا وبنقول ربنا انت ليه مش بتعمل لنا الحاجه اللي احنا عايزينها، فلازم نعيد حساباتنا ونشوف ربنا ليه عندنا ايه واحنا مش بنعمله.
وفي الحديث برضو رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ودي كانت كل الأحاديث اللي قالها في النقطة دي. طبعا شرح حاجات كتير جدا، أنصحكم تشوفوا الفيديو. أنا بقول لكم ملخص أحاديث هو قالها. السبب التاني قال الصلاة هي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. أول حاجة هنتحاسب عليها هي الصلاة. اتحاسبنا احنا مش بنصلي، خلاص كده احنا شكرا، احنا مفيش حاجة تانية هيتبصلها. الصلاة تكبر غيرها من الأعمال، ولا شيء يكبر الصلاة. يعني الصلاة تقدر تشيل حاجات كتير احنا يعني ممكن نكون ما بنعملهاش، لكن باقي الأعمال مش هتعوض الصلاة. وفي الحديث قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه العذاب من قبل رأسه، فكانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات والإحسان بين قدميه. فإذا أجيء من ناحية الرأس قالت الصلاة ما من قبلي مدخل، وإذا جيء له من اليمين قال الصيام ما من قبلي مدخل، إذا جيء له من اليسار قالت الزكاة ما من قبلي مدخل، فجيء له من بين قدميه قال الإحسان ما من قبلي مدخل. أول حاجة عند الرأس هي الصلاة. يعني إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه العذاب من قبل رأسه، أول حاجة هنتحاسب عليها هيكون من قبل رأسنا. فلو أول حاجة كده مش موجودة أصلا فكده شكرا، هو ولا هيشوف بقى الزكاة ولا هيشوف عمل الخير. بصوا اللي حصل، بصوا مين نطع الموبايل فجأة بيبص. إيه يا سيمبا، إيه يا سيمبا، خلي عندك دم. او انا كل ما صورتين جنبي كده. طب امشي، طب لو سمحت امشي، لو سمحت انزل لو سمحت. ماشي. فلو الصلاة مش موجودة ولا هيتبسط الزكاة ولا الصيام ولا عمل خير ولا إحسان ولا أي حاجة. فدي كانت السبب التاني. السبب التالت وصية الرسول. الرسول قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. الشيخ هنا ذكر إن لو والدك أو والدتك متوفيين وصوك بحاجة معينة بتفضل ماشي عليها بالظبط طول عمرك، فما بالك بقى لو رسول الله هو اللي وصانا بحاجة زي كده، هنعمل إيه؟ ده كان السبب التالت. السبب الرابع لأن الصلاة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة بعد الصلاة مكفرات لما بعدها إذا اجتنبت الكبائر. يعني بتمسح الذنوب الصغيرة اللي احنا بنعملها. وكان وصف الرسول للصلاة قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات قال هل يبقى من درني شيء؟ فقال كذلك الصلوات مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وصف الموضوع بأن لو في نهر قدام بيتنا وخمس مرات في اليوم بنغتسل في النهر ده، أكيد هنبقى واصلين لدرجة من النظافة عالية جدا. فكذلك الصلاة بتغسلنا من الذنوب. مع كل حديث، مع كل نقطة، مع كل سبب، والله بحس أن أنا اللي هو الله، إيه ده، إيه الحلاوة دي، هو انا ازاي سايبه الدنيا قافله على قلبي قوي كده وسايباها مشايلاني هموم كتير قوي كده، وانا في ايدي ان انا اعمل حاجه بسيطه جدا واتريها هي في مصلحتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون ثم تصلون الظهر، ثم تحترقون ثم تصلون العصر، ثم تحترقون ثم تصلون المغرب. الصلاه بتكفر عن كل الذنوب دي، بتحرق كل الذنوب دي. قال ما تستهونوش بالذنوب الصغيرة دي لان بتبقى ملايين ويمكن تبقى اعظم من الكبائر في الاخر. في السبب الخامس قال ان الصلاة احب شيء الى الله تتقرب به اليه. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. السبب السادس، طبعا السبب الخامس اتكلم فيه برضو بكل وضوح، ده ملخص، يعتبر ملخص للساعة اللي هو كان بيتكلم فيها. السبب السادس كان صلاة تعينك على باقي العبادات وتعينك على ترك المعاصي.
قال الله تعالى إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث ذكر حد بيعمل معاصي وبيعمل كبائر وكده، والناس كانت مستغربة إن هو بيعمل كل ده وبيصلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه يصلي ستنهاه صلاته. يا ربي يا ربي على الجمال، بجد بجد يعني ايه ده ايه ده، يعني ناس كتير جدا تلاقيها بتحكم على الناس اللي هو ايه ده، بص بيعمل كذا في الاخر بيصلي، بص مش عارف ايه، كفايه احكام على الناس. يعني شايفين الرسول صلى الله عليه وسلم شايفين اللي هو دعوه يصلي ستنهاه صلاته، اللي هو ازاي البني ادم ازاي ما بيصليش، ازاي تعيشه ما بيصليش، ازاي الصلاة تقيلة على قلبي، ازاي بحس ان في حد بيشدني بيخليني ما صليش. انا برضو تاني بشكر بنت خالي ان هي كانت سبب في ان انا احس بكده واتابع المبادرة دي واشترك فيها. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال الله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلف الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. ده بالنسبة للقرآن، يعني القرآن بيهدي للصلاة كمان. قال ثلاث كلمات أنا برضو سجلتهم: صلي صح، وادعي كتير، وحافظي على القرآن حياتك هتتصلح. وقال تعالى في سورة مريم قالوا لما أضاعوا الصلاة تمكنت منهم الشهوات. طبعا كان أي الآية كاملة بس أنا خدت الجزء ده. السبب السابع إن الصلاة تؤدي إلى تساقط السيئات أثناء الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت الورق عن الشجرة. صور برضو الصلاة زي ورق الشجر بيقع كده من على الشجرة ويطير. وفي الحديث إن العبد إذا قام يصلي أوتى بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعلى عاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. أظن أنتوا حاسين أنا حاسة بيه. أظن السبب الثامن إذا أضاعت منك الصلاة ضاع منك آخر دينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى في دينهم الصلاة. فإحنا يعني أي حد ما بيصليش، أنا جايب من الآخر، أنا أصلا جايب من الآخر أساسا. السبب التاسع إن الله اختصر الإيمان في الصلاة، لذلك سمي تارك الصلاة في الشريعة. كافر فمن لا يصلي لا إيمان له. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال ابن مسعود من ترك الصلاة فلا دين له. وقال ابن القيم أجمع المسلمون على أن ترك الصلاة المفروضة أشد عند الله من القتل والزنا وشرب الخمر. السبب العاشر الصلاة تجعلك بريء من النفاق. لا يمكن أن يحافظ على الصلاة منافق، فإذا كنت محافظ على الصلوات الخمس فتأكد أنك ليست منافق. كتير قوي بنسأل نفسنا لما بنلاقي نفسنا بنتعامل مع ناس مش عايزين نتعامل معاها، أو بنضحك مثلا مع حد وإحنا ممكن نكون زعلانين منه، فغصب عننا تلاقينا بنسأل نفسنا هو أنا كده منافق أن أنا بعامل حد أنا مش عايز أتعامل معاه؟ فالصلاة هي اللي هتحسم ده، ان لا كبير قوي ان الواحد ما يصليش. وعايز تتاكد ان انت فعلا مش منافق، مش لازم تسال نفسك وتفضل محتار، لا صلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك 40 يوما يدرك تكبيره الاحرام كان له براءتين، براءه من النار وبراءه من النفاق. من ادرك يعني من حافظ على الصلاه لمده 40 يوم خد براءتين، براءه من النار وبراءه من النفاق. قال ابن عمر كنا إذا افتقدنا رجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن، أسأنا به الظن إن هو كده منافق. وفي الحديث أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو علموا ما فيهما لأوتهما ولو حبوا. السبب الحادي عشر الصلاة شعار المؤمنين وتركها شعار أهل الجحيم. وقال بعدها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
السبب الـ12 الصلاة حفظ وحماية، وترك الصلاة يجعلك لعبة في يد عدوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال برضو علق على النقطة دي ان الفجر من الفجر لحد وقت الشروق هو كده الصبح، وقال برضو ان اللي ينام غصب عنه يعني خلاص، لكن اللي قاصد ان هو ما يصحاش اللي هو لا انا عندي المدرسة ولا عندي شغل ولا عندي اي حاجة وعايز انام واصحى فايق فمش هصحى اصلي الفجر واصليه صبح وخلاص، قال ده كده يعني. قال انت لو عندك رحلة هتصحى، لو عندك مناسبة هتصحى، فما تصحاش لصلاة الفجر ليه؟ قال تعالى عن الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها وتركوك قائما، قال كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سيب كل حاجة وصلي، ده أنا اللي برزقك، يعني انت بتجري على رزقك وقت الصلاة أنا اللي برزقك. السبب الـ14 ترك الصلاة أعظم مصيبة على الإطلاق. عن النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، يعني ساوى الصلاة بحد لقدر الله أهله ماتوا وخسر ماله، يعني بيته اتحرق خسر ماله ولاده ماتوا. إن اللي ترك صلاة واحدة فرض واحد المفروض يبقى حاسس بكده، المفروض يبقى حاسس كأن لقدر الله حد من ولاده مات أو أهله ماتوا أو خسر ماله، يعني هو سواها بده. وقال لو محدش بيحس بكده ان ساب صلاة دي حاجة كبيرة قوي وزعل كبير قوي يبقى قلبه ميت او ما بيحسش او في حاجة في قلبه. السبب الـ15 واخر سبب، الصلاة هي امنية اهل القبور. وقال في الآخر أنت الآن في أمنية أهل القبور، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل دعائنا. ربنا يغفر لنا، وبجد أي حد ما بيصليش يلا نبدأ مع بعض ويلا نشجع بعض. لو مش بتصلي أنا والله لحد ما اتفرجت على الفيديو ده أنا مكنتش بصلي، مش بصلي بس بإذن الله بإذن الله يا رب يا رب يا رب إن شاء الله أنا مش هفوت فرض تاني إن شاء الله. وربنا يسامحني على كل الأوقات اللي أنا كنتش بصلي فيها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب. هبدأ صلاة وياريت نبدأ صلاة مع بعض، يلا نشجع بعض، كل حد عنده أفكار يقولها وتابعوا اشتركوا، هبعت لكم اللينك هسيب لكم اللينك اشتركوا في المبادرة دي ويلا بينا نشوفها ونتابع ونشجع بعض. عاملين جروب على الواتساب هم برضو يعني مهتمين بالموضوع جدا، فأكيد مستطفى ان انا اسأل بنت خالي في الوقت ده، واكيد مستطفى ان هي اجي في دماغها وتبعت لي المبادرة دي في الوقت ده، واكيد برضو مستطفى ان انا اطلع. اكيد الناس كلها مش هيوصلها الفيديو ده، معرفش هيوصل لمين، حتى لو وصل لواحد بس كده هو ربنا عايز الشخص ده يوصل له الفيديو ده. وهفرح قوي لو بدأنا مع بعض، وهفرح قوي لو شجعنا بعض، وهفرح قوي لو كنت سبب ان مشكلة حد تتحل بسبب ان هو بقى يصلي. انا واثقة في ربنا ان هو هيعيننا ويقوينا، واثقة ان اللي جاي هيبقى احسن، واثقة ان هو هيحللنا كل مشاكلنا وهيطبطب علينا وعلى قلبنا وهيفكلنا كل حاجة متعقدة ويرزقنا بكل خير في الدنيا. ويا رب يعني رب يعيننا ويقوينا ويسامحنا ويرزقنا حسن الخاتمة ويخللنا أولادنا وأهلنا وحبايبنا ويا رب يعني رب يعيننا ويقوينا ويسامحنا ويرزقنا حسن الخاتمة ويخللنا أولادنا وأهلنا وحبايبنا. عايزة أقول لكم على حاجة افتكرتها من كام سنة فاتت كده، كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي الاذان خلص انا ما كنتش بقول الدعاء اللي بعد، فلقيتها بتقوله فقالت لي يلا قولي الدعاء بتاع ايه. يمكن ما تعرفش ان هي السبب في ان انا اقول الدعاء بتاع الصلاه ده لحد وقتنا هذا، هي بتاخد حسنات على ده. يمكن هي ما تقصدش اصلا ان هي تخلينا اتعلم حاجه زي كده او اقول حاجه زي كده بسببها،
يمكن هي تسمع تشوف الفيديو ده وما تعرفش ان هي ايه الشخص اللي انا بتكلم عنه. يمكن حد فيكم يبقى انا السبب في ان هو يقول الدعاء اللي احنا الاثنين ناخد الثواب. واه حاجه مهمه جدا وانتوا بتحضروا اللايف، خلي معاكم ورقه وقلم واكتبوا، اكتبوا كل الكلام ده، ولعلها برضو هتفكوا انتوا وبعد عمر طويل الكلام ده هيبقى في ميزان حسنات كل اي حد يقع في ايده ويقراه، ويبقى السبب برضو في ان هو يتغير. بس انا خلصت الفيديو، انا مبسوطة جدا واتمنى ان انتوا كلكم تبقوا مبسوطين وتحسوا نفس الاحساس اللي انا حاساه دلوقتي ده. ان الله لا يهدي بقوم حتى يهدوا ما بانفسهم. ربنا مش بيهدينا غير لما احنا نهدي نفسنا، احنا اللي نبدأ. ربنا شايفنا احنا اللي عايزين نتهدي، ربنا هيساعدنا. احنا كتير بنسمع كلمة ربنا يهدي او ادعولي ربنا يهديني. لا، انت اللي بتبدأ الخطوة الاولى في اي حاجة عموما، مش في الصلاة بس، في اي حاجة عموما. وهستناكم تشجعوني، انا محتاجة حد يشجعني وانتم محتاجين حد يشجعكم، فيلا كلنا نشجع بعض.